بناء على توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للتخفيف من معاناة المسافرين وأبناء المديريات الجنوبية لمأرب، محافظ مأرب اللواء علي محمد طعيمان ومعه عدد من مشايخ ووجهاء قبيلة مراد يفتح طريق البيضاء الجوبة مدينة مأرب من طرف واحد واستكمال الترتيبات الأمنية اللازمة. من قبل افتتحنا ودشنا طريق صرواح خولان صنعاء، واليوم ندشن الطريق الثاني طريق مراد البيضاء. وانا اقول لجميع مواطنين الجمهورية اليمنية، من اراد مأرب من طريق البيضاء الجوبة فيا مرحبا، ومن اراد مأرب من طريق خولان صرواح مأرب فيا مرحبا. الطريق مؤمنة، وهذا كلامنا ليس مزايدة إعلامية، وإنما نقول الحقيقة وتبرى ذممنا وذمم قادتنا أمام الله سبحانه وتعالى. أولاً بأن الطريق مفتوحة، ومن أراد أن يعبر فيعبر تحت سيطرة حكومة صنعاء بأمن وأمان لحتى يدخل مأرب. نحن في هذا اليوم تم استكمال الترتيبات الأمنية تلبية لطلب القيادة وتوجيهات القيادة، تم اكتمال الترتيبات الأمنية ونحن جاهزين دورنا لحماية المواطنين وتأمينهم في مناطق سيطرتنا. مشايخ ووجهاء مراد رحبوا بهذه المبادرة والتي تأتي كخطوة إيجابية إضافية إلى جانب فتح طريق صنعاء صرواح، موجهين دعوة للطرف الآخر لفتح الطريق من جانبهم وعدم المكايضة بالملفات الإنسانية. ونطلب من أخواننا مراد الموجودين ومن معهم من القبائل الموجودين في مأرب أن يكون لهم موقف لفتح الطريق. دلحين احنا ردينا الكرة الأمر معهم ان بقى يفتحوها فحياهم الله، وان معهم فاتحينها يدري العالم كله اليمنيين وغير اليمنيين اهل مأرب وغير مأرب مراد وغير مراد انهم دي مغلقينها. تعال ان القيادة في صنعاء ونحن معها في فتح الطريق الفلج البيضاء، وندعو الأخوة القيادة في الطرف الآخر أن يفتحوا الطريق من جهتهم. نقول لقبائلنا مراد الذي كانوا يقولون إحنا نضغط على أنصار الله وعلى حكومة صنعاء لفتح الطريق، نقول ها هم اليوم تكرمت القيادة في صنعاء وفتحوا الطريق في الكرة في ملعبكم، نريد أن نشوف لكم موقف مع سلطان العنادة ومع حزب الإصلاح للتخفيف من معاناة المواطنين. تسعى قيادة الثورة لتقديم العديد من المبادرات لفتح الطرقات وتطبيع الأوضاع في محافظة مأرب وغيرها من المحافظات، غير أن تلك المبادرات قوبلت لأكثر من مرة بالتجاهل، وبالتالي تجاهل معاناة الناس. من محافظة مأرب عبدالله السقاف، المسيرة.